السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، رجعت لكم فيديو جديد، وهاد المره لا فيديو غتكون مختلفه. كل مره كنقول لكم فيديو مختلفه ولكن هاد المره والله تا غتكون مختلفه. اول مره غادي نعمل هادشي هذا في يوتيوب ديالي، غادي تكون تقدروا تقولوا اول مره نحضروا شي عرس اونصوبل مع بعضنا. صراحه انا بيني وبينكم عرفتي شحال ما حضرت شي عرس، راه من شهر 8 ما حضرت شي عرس. اصلا انا ماشي من النوع اللي كنحضر بزاف وديك الشيء، حيت صراحه ما كيعجبنيش، ولكن الناس اللي قرابين ديالي كنبغي نحضر لهم وديك الشيء. فقررت اليوم بما انه انا حضاره وكاين تجهيزات وغادي نعملوا، علاش لا نصور لكم شي فيديو؟ غيكون في هاد لا فيديو هذا جوج يومين يومين، وغادي ان شاء الله غنوجد معاكم كاع داكشي اللي غادي نعمل في العرس. اوكي، اليوم الحنه وغدا غيكون الظهر. المهم زعما اليوم غادي نحني وديكشي، وغدا ان شاء الله غادي المهم غادي نعملوا تجهيزات، غادي نوريكم المكياج ديالي، غنوريكم داكشي اللي غادي نلبس. واليوم نيت غادي نمشي نكري واحد القفطان. المهم انا صراحه مشايه نكري قفطان هيدا، يكون سامبل ولكن يكون مزيون. فيا كنتمنى ان شاء الله نجبر داكشي اللي خصني. انا دابا معطله صراحه بزاف، دونك غادي نديكم معايا، غادي تختاروا معايا داكشي اللي غادي نلبس، وغدا ان شاء الله عاوتاني نكري حاجه اخرى وميك اب اخر وداكشي. دونك يا يلا دابا وصلنا، غادي نشربوا اتاي كاكرام. اكرام صافا، انا هذيك اللعبه، انا هذيك قهوه، هذيك خرجه علينا. يلا انا نشوف القهوه ديالك زين. وقهوه حنا حضرنا العرس دابا اتقطر قلت لك. المهم دابا حنا في الحنه، ياك الحفله كيفاش كيقولوا بعدا؟ ليله الحنه، ليله الحنه كيقولوا ليله الحنه. دابا 8 يعني حنا باقي غنقشوا يدنا وديك الشيء، ديك الساعه نوريكم من قيش وديك الشيء التفاصيل. ودابا غناكلوا الحلوى. المهم راه ضيفونا وديك الشيء. المهم فرزت من الحليب. المهم انا ما شاء الله جات فينا. Imaginary picture.
ودابا رجعت لكم. المهم انا عارفه راسي ما شوريتكم شي هادشي هذا كامل، ولكن المهم البارح مشينا حضرنا ديجا تفرجتوا، دابا هذا النهار الثاني مشيت دوش عدلت شعري وكريت قفطان، شوفوا اللون ديالو في الحمر. المهم ما تشوفوش هاد الروينه هادي حيتاش شنو كنا كنعملوها ميساء؟ كنا كنا كنعملو ماكياب. كيف كيف جيت انا مزيونه بزاف وتا انا عدلت راسي شويه. برافو ميساء، دابا هادشي يدوز في يوتيوب فراسك. دابا واش عدلتي ولا ما عدلتيش؟ لا ما عدلتش والو، حيت هادشي يدوز في يوتيوب ياك. المهم بغيت غير نوريكم قفطان. المهم انا كنت مشهيه نكري الحمار ديجا قلت لكم البارح، ودابا الحمد لله قدرت نشري نكري قفطان في هذا اللون ديجا وريته لكم. ووجهي معدل مايكاب عادي جدا، اختي اللي عامله لي مايكاب. برافو، ماشي شي حاجه جديده راهم عارفين. المهم حنا نعملت لي مكياج وديكشي 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 شي اللي كاين. المهم انا وريتكم مايكاب وريتكم انا شنو لابسه، ديك الساعه نوريكم داكشي اللي المهم اللي غيكون في العرس ان شاء الله. غنبارطاجي معكم كل شيء بحال اللي بارطاجيت معكم البارح الحنه واليوم العرس. انا متحمسه بزاف صراحه، حيت كيعجبوني الاجواء ديال العرس وديكشي. المهم وما وريتكمش نقشت الحنه، المهم هذه هي الغزلطه ديال البارح اللي وريتكم. وهي لابسه دابا الطاكون، انا دابا معدبه لابسه الطالون. المهم وشنو اخر؟ صافي شوفوا الحنه، عارفه بلي بزاف ديال الناس ما كتعجبهمش الحنه. واي المهم هيا واي ما نقشتش يدي هذا حيت انا من دوك الناس اللي ما كتعجبهمش الحنه بزاف. طيب هذه خرجت لي مزيانه وهذه شويه. انا قلت لا علاش ما عملتيش جوج ميساء قالت لي علاش ما نقشتيش جوج اليدين، قلت لها انا ما نقشتش جوج اليدين حيت انا ما عنديش مع الحنه بزاف. قالت لي هي نهار اللي غادي تعمل الحنه غادي تعمر يدها بجوج، قلت لها ان شاء الله يا ربي. فوي غتعمر يدك بجوج في العيد ان شاء الله يا ربي، في عيد كبير ان شاء الله. المهم انا نعمر رجلي ويدي. واه كنتمنى يكون بان لكم قفطان مزيان. المهم شوفوا اللون ديالو ما ديوش على هذيك الروينه، وصراحه ما ملصقه لا تفرين لا حتى شي حاجه حيت انا باغا نكون مرتاحه في حياتي. اوكي واحد وزيدكم اليوم حاولت نعمل شعري بوكلي ولكن طاح، ولكن ماشي مشكل حاولنا حنا، المهم هي المحاوله. هذه ميساء لابسه المغرب. المهم ميساء شنو الاحساس ديالك وانت ما مشاشي معايا؟ كعيه فرحانه بزاف، فرحانه حيت نتوما تمشيو. واه المهم بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ميساء، ميساء انت شنو كتجيني؟ كنجيك بحال اختي. بحال اختك تماما، فعمرها 5 سنين تبارك الله ما شاء الله. على ان انا من 6 سنين لا ان شاء الله فرحانه صحاب لا ما نعرف شنو كيتسناها في الدنيا، بغات تكبر. شوفوا عندنا هذا وصافي هادشي اللي كاين، بغيت غير نوريكم ان شاء الله فاش غنمشي تما غنبارطاجي معكم كلشي 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 كلشي. صافي يلا سلامه، باي 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 باي. لالو معملالو ميساء، باي باي. دابا من بعد ما شطحنا وربحنا شنو جابوا لنا العائله؟ بصديله. المهم راه ما كتعجبهاش البصديله ديال الدجاج ولكن غتاكلها صحه، وانا كتعجبني فردوس. انا كتعجبني بزاف طبعا كاملين بيها. المهم انا جبرت لي دابا كناكل لاكلاص كنبردو على راسنا عرفتي شنو الحكمه معايا واحد جوج. المهم هذه الحنه ديالي بحال هكا ما كنتوش شفتوها. ويا الله الله.
غلاص ولا تنتينا تنبينو الكرامي هادي صادت الكرامي ها وري لا غلاص وري لا غلاص وري لا غلاص هادي بانت في يوتيوب ها واحد مغروفة هاي بلغي طهرة تومي بيروز ها واحد مغروفة على الكرامي شو عبين بيبو كنا نغطي كرامي هنغطيها كل هاني لعنا فقط نفلي قلت لك على شبيرة اليوتيوب اليوم اللي دابا حنايا انا جامع شعر حيت ما يمكنش انا ناكل شعري شعري طمو وغنوليكم داكشي اللي كناكلو قبل ما يفترسو كامل. المهم هذه كانت خير وسلام كانت معوطه من هنا ناضو هما بداو كياكلوها من هنا ومن هنا وخلاوها الفوقان هاد الكراميل هادي ياسمين تكلفت بيها بلا ما نحتاج المهم دابا حنا يا سالينا الناس بداو كيمشيو فحالهم ولكن حنا عاد كنتسناو شي حاجه مور هادشي هذا ما كاينش شي حاجه من مور هادشي هذا والو والو اختي والو يلا سلام المهم صافا شتي نضل نهضر معاك المهم دابا شنو كيكون في العرس كتكون نميمه هادي كتبان شنو شعرك بالشعره طريقه يا سلام دابا الناس بداو كيمشيو حتى الناس ديال العروسه بداو كيمشيو شنو حنايا باقي ما كملناش شي دابا كنا صحيح الدار ديالكم عاد بعدوك جات جيت وجيت شكون بالوك انا بالوك انا كتقول لي انا صغيره انا في عمري 21 عام وين كتقول لي انا صغيره عمرك 19 عام تكذب عليا انا في عمري 16 ولكن انا كبيره عمرها 16 كبيره كيفاش عملتي لها هاي كنت عمري 16 كنت نشوف حنايا واقيلا من زمان هاي يا طريق كيفاش زرع الطريق راك كنت شحال كتعوض وانا شفتها علاش مشيتي عيدا ايوا تا هاد الساعه شي شغل اللي عاملين هاد الماكياج هادشي هذا كامل غيمشي يلاه